طيب يعني في رأيك ايه سبب تراجع المستوى ده، سواء على فكرة لريال مدريد او لبرشلونة؟ يعني احنا بنتكلم على اتنين من اكبر الأندية في الدوري الأسباني ومن أكبر الأندية في أوروبا، إيه سبب تراجع المستوى بالنسبة لريال مدريد وبالنسبة لبرشلونة في الفترة الأخيرة؟ أعتقد أن هذا ما نسميه الدورات، الصعود والهبوط، خاصة مع الفرق الكبيرة مدريد وبرشلونة يجهدون جدا، لأنهم يلعبون كانوا يلعبون كل 3 أيام مباراة، سواء على المستوى المحلي أو المستوى البطولات القارية، بالإضافة إلى أن الناديان تعرض لهزة أدت إلى تقويض بعض من استقرارهما بسبب مشاكل كثيرة على مستوى فريق كرة القدم، من يمشي من يبقى إلى آخره. طيب وأعتقد أن مستوى أداء الفريقين بالرغم من هذه الاهتزازات وهذه المشاكل ما زال مستواهما جيدا. تمام، رأيك في مستوى شكل بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في نسختها الحالية؟ أعتقد أن هذا العام الاحتمالات مفتوحة، هناك فرق كثيرة تطمح بالفعل في المنافسة، ريال مدريد، برشلونة، ريال مدريد حظه أقل، أنا أتوقع هذا عن العام الماضي، وأيضا البرشلونة اهتز وبشدة، بالرغم من أن برشلونة بالمناسبة ناشئيه يعتبر مميزون دائما، دائما عنده فريق من الناشئين الذين يدخلون إلى الفريق بصور متلاحقة، لكن أتلتيكو مدريد يدخل هذا العام بقوة، وأعتقد إحساسي الشخصي أن هذا العام ستكون مسابقة الدوري أكثر سخونة، وسيكون هناك أكثر منافسة أكثر من الأعوام السابقة. أعتقد أن مسألة الكوفيد 19 سيؤثر كثيرا، لأنه أدى بالفعل إلى تخفيض التوتر وحمل المباريات، فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى تحسين الأداء.